بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 111. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه الثالث، أي من وجوه الاعتبار في حكم أعياد الكفار، أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير، ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله في هذا الوجه: من وجوه تحريم المشاركة في أعياد الكفار أنه لا يتساهل في هذا الأمر ويقال هذا أمر سهل وأمر يسير ولا يضر، فيقول إن هذا ممنوع ولو كان في شيء يسير من الموافقة، لأن الشيء اليسير يجر إلى الشيء الكثير بالاعتياد والمداومة، فإذا انفتح الباب حصل الشر الكثير، فغلق الباب من أصله فيه السلامة من هذا الشر. وأيضا العوام إذا رأوا هذا الشيء يتنامى ويكثر فإنهم يظنون أن هذا من الخير وأنه من المصلحة، فيألفونه ويصبح عندهم شيئا متمكنا من نفوسهم، بحيث إذا غير فإنهم يستنكرون تغييره، كما في جاء في أنه في آخر الزمان أنه يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، فإذا غير المنكر قيل غيرت السنة. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس بل عيدا. نعم، حتى يضاهى بعيد الله. نعم، وهذا ما يريده الأعداء، أنهم يدخلون على المسلمين شيئا فشيئا، وكذلك دعاة السوء أو الجهال إنما يدخلون على الناس من هذا الباب، تسهيل الأمر ولو كان يسيرا، ويرضون باليسير. هم يرضون باليسير في الأول لأنهم يعلمون ماذا سيؤولوا إليه في المستقبل، فعلى كل حال سد باب الفتنة عن الناس هو المطلوب، والابتعاد عن أعياد الكفار ومشاركتهم فيها لا بقليل ولا بكثير. نعم، قال: بل قد يزاد عليه حتى يكاد أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر. نعم، بل قد يتنامى هذا الشيء فيؤول إلى موت الإسلام وسنن الإسلام، وحتى أنها تنسى أعياد الإسلام في النهاية، لأن السنة لأن السنة لا تجتمع مع البدعة، فإذا اعتاد الناس البدع رحلت السنن. وفي الحديث: ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنة، لأن السنة والبدعة لا يجتمعان. نعم، قال: كما قد سوله الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى من الهدايا والأفراح والنفقات وكسوة الأولاد وغير ذلك.
فيقال مثلا هذه مصالح وتبادل مصالح وكسوة وهدايا نهديها لهم بمناسبة عيدهم ونحن نعتقد بطلان عيدهم، لكن نرى المصلحة في التقارب معهم في هذه الأمور، فهذا مدخل قبيح، لأنه إذا ترك فإن المسلمين يشاركونهم في أعيادهم بحجة أنهم رأوا من يهدي إليهم فيها وأنهم رأوا من يتساهل في هذا الأمر، وقد يكون من طلبة العلم أو ممن ينسب إلى العلم فيقتدون به في ذلك. نعم. قال مما يصير به مثل عيد المسلمين. نعم، لأن الاعتياد يحول الشيء من كونه ممنوعا إلى كونه مجازا وجائزا ومرغوبا. نعم. بل البلاد المصاقبة للنصارى التي قل علم أهلها وإيمانهم قد صار ذلك أغلب عندهم وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله على ما حدثني به الثقات. نعم، الشيخ يحكي واقعا من البلاد المجاورة لبلاد الكفار، وأن المسلمين لما تساهلوا في أعياد الكفار على كثرتها وأيضا كثرة ما يصنع فيها من المغريات، فإن المسلمين تساهلوا معهم وشاركوهم بشيء يسير في الأول، ثم آل الأمر إلى أن عطلوا أعياد الإسلام وانتقلوا إلى أعياد المشركين. نعم. وأما ما رأيته بدمشق وما حولها من أرض الشام مع أنها أقرب إلى العلم والإيمان، فهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى يدور بدوران صومهم الذي هو 7 أسابيع، وصومهم وإن كان في أوائل الفصل الذي تسميه العرب الصيف وتسميه العامة الربيع، فإنه يتقدم ويتأخر، ليس له حد واحد من السنة الشمسية كالخميس الذي هو في أول نيسان، بل يدور في نحو 33 يوما، لا يتقدم أوله عن ثاني شباط ولا يتأخر أوله عن ثامن آذار، بل يبتدؤون بالاثنين الذي هو أقرب إلى اجتماع الشمس والقمر في هذه المدة ليراعوا كما زعموا التوقيت الشمسي والهلالي، وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهم خالفوا بها الشريعة التي جاءت بها الأنبياء. الشيخ رحمه الله يحكي واقعا عايشه في بلاد الشام، مع أن بلاد الشام معروفة بالعلم ومعروفة أيضا بكثرة التمسك بالإسلام، قد أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا يكون فيها من يعمل هذه الأعمال، ومن ذلك عيد النصارى الذي يسمونه الخميس، وهو في يوم خميس معين من شهورهم، وهذا اليوم يدور لا يستقر في وقت معين، وإنما يدور بدوران السنة والزمان، فعلى المدى يتنقل هذا اليوم في السنة أو في غالب السنة، فتصبح كل المدة هذه أعيادا، عيد في هذه السنة والسنة التي بعد عيد في بعده أو قبله بيوم، وهكذا حتى تصبح الأيام كلها محل أعياد للنصارى. ولما أن المسلمين غفلوا عن هذا الشيء صار عادة في بلاد الشام. نعم. قال وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهم خالفوا بها الشريعة التي جاءت بها الأنبياء، فإن الأنبياء ما وقتوا العبادات إلا بالهلال. نعم، النصارى يوقتون العبادات بسير الشمس لأجل توافق رغباتهم، وهذا بدعة في الدين، فإن أنبياءهم عليهم السلام وقتوا العبادات بالأهلة، وقتوا العبادات بالأهلة التي قال الله جل وعلا فيها ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالعبادات موقتة بالأهلة لا بالشمس، لأن الله علم أن ذلك أضبط له للناس، ولا تقبل التقديم والتأخير، فهذا مثل ما عمل المشركون من أنهم يعملون النسيء في الحج والأشهر الحرم ويؤخرونها حسب رغباتهم،
فالدين دين الكفر واحد، دين سواء من مشرك العرب أو من اليهود والنصارى، والكل قد احتال على شرع الله سبحانه وتعالى وخالف شرع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا نحن لا نتشبه بهم في هذه الأمور، ونلتزم بشرع الله، ومن ذلك أن نلتزم العيدين الشرعيين العظيمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا نزيد عليهما أعيادا أخرى. نعم. قال: وإنما اليهود والنصارى حره الشرائع تحريفا، ليس هذا موضعه. نعم، وهذا من جملة تحريفات، ليس هذا موضع ذكره. نعم، هذا من جملة تحريفاتهم. اليهود والنصارى هم أهل التحريف، ومن ذلك أنهم حرفوا ما شرعه الله لهم في أعيادهم، وبدلوا فيها وغيروا وزادوا ونقصوا، وهذا من جملة تحريفاتهم. والله ذكر أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلذلك يجب على المسلمين الحذر منهم. نعم. قال: ويلي هذا الخميس يوم الجمعة الذي جعلوه بإزاء يوم الجمعة التي صلب فيها المسيح على زعمهم الكاذب، يسمونها جمعة الصلبوت. نعم، يوم الجمعة يوم عظيم، والذي اختاره الله للمسلمين، وهو عيد الأسبوع للمسلمين، يصلون فيه ويجتمعون ويتزينون بأحسن اللباس، ويتطيبون بأطيب أنواع الطيب. هذا عيد الأسبوع للمسلمين. النصارى لهم جمعة غير هذه الجمعة، يعتبرونها اليوم الذي صلب فيه المسيح بزعمهم، وإلا فالمسيح ما قتل وما صلب كما قال الله جل وعلا، بل رفعه الله إليه وأخذه من بينهم من حيث لا يشعرون. لكن يزعمون أنه صلب في يوم الجمعة فيعظمون هذا اليوم. فإذا سمعت الجمعة عندهم فلا تظن أنها الجمعة التي هي عند المسلمين، وإنما هي عندهم عيد الصلب بزعمهم. نعم. قال: ويليه ليلة السبت التي يزعمون أن المسيح كان فيها في القبر، وأظنهم يسمونها ليلة النور وسبت النور. هم عندهم ثلاثة أيام: يوم الصلب، ثم أنزل من الصليب ودفن في الأرض في القبر، ثم قام في اليوم الثالث ورفع، أو يسمون هذا يوم القيامة أو قيامة المسيح عليه السلام. نعم. قال: ويصطنعون مخرقة يروجونها على عامتهم لغلبة الضلال عليهم، يخيلون إليهم أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة التي في بيت المقدس، حتى يحملوا ما يوقد من ذلك الضوء إلى بلادهم متبركين به. نعم، يصطنعون فيها شعوذات، يجعلون أنوارا في هذا اليوم في هذه الكنيسة التي يسمونها كنيسة القيامة التي قام منها المسيح بزعمهم، فيجعلون فيها أنوارا، ويوهمون الناس أن هذه الأنوار نزلت من السماء، وهي من حيلهم ومكائدهم، فلذلك يتبركون بهذه الأنوار ويحملون منها إلى بلادهم، وكل هذا من الكذب والدجل والاحتيال على الناس، وهذا كله كذب في حق المسيح عليه السلام، فإنه لم يقتل ولم يصلب ولم يدفن في القبر ولم يخرج من القبر، كل هذه أكاذيب وأباطيل. نعم. وقوله الشيخ كنيسة القمامة كذا، يعني هي القيامة والقمامة، والشيخ أراد كنيسة القيامة مكتوب كذا، لعل الشيخ أراد أن يقول القمامة، يعني ما أدري، لكنهم يزعمون أنه قام في اليوم الثالث، والذي أسمعه أنه كنيسة القيامة، يعني أن المسيح قام منها. نعم. قال: وقد علم كل ذي عقل أنه مصنوع مفتعل، ثم يوم السبت يتطلبون اليهود، ويوم الأحد يكون العيد الكبير عندهم الذي يزعمون أن المسيح قام فيه. نعم، ومن قباوة النصارى كما قال الإمام ابن القيم في كتاب هداية الحيارى، أن من غباوتهم أنهم يعبدون الصليب الذي يزعمون أنه على صورة المسيح، وهو مصلوب بعد القتل، وهذا من غباوتهم، لأن الواجب أن يكسروا كل صليب في الأرض، لأنه فضيحة عليهم
واليهود يفرحون بهذا، أن النصارى صدقوهم في أنهم قتلوا نبيهم المسيح عليه السلام. فهذا من غباوتهم أنهم يعظمون الصليب، وكان الواجب عليهم أن يكسروه وأن يتلفوه ولا يتركونه يظهر أمام الناس، لأنه فضيحة عليهم وإفراح لليهود. نعم. قال: ثم الأحد الذي يلي هذا يسمونه الأحد الحديث، يلبسون فيه الجديد من ثيابهم ويفعلون فيه أشياء. وكل هذه ما شرعها الله عز وجل، وهي مبنية على الكذب والافتراء في حق المسيح عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وكل هذه الأيام عندهم أيام العيد، كما أن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. نعم، هم لهم أعيادهم ولنا أعيادنا، ونحن أعيادنا ولله الحمد مشروعة وصحيحة وبمناسبة عبادات عظيمة، سواء كانت زمانية أو مكانية. وأما أعيادهم فإنها كلها باطلة ومبنية على باطل وكذب كما سمعت. والمسلمون لهم عيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى الذي هو بعد الوقوف بعرفة الذي هو أعظم أركان الحج، وكذلك أيام التشريق. والعيد المكاني للمسلمين هو البيت العتيق والطواف به والمسجد الحرام والمنى وعرفة ومزدلفة، هذه أعياد المسلمين المكانية التي يعبدون الله فيها على ما شرعه سبحانه وتعالى، لا أعياد النصارى المكذوبة المخترعة المبنية على الكذب. وحتى لو قدر أنها كانت مشروعة فإنها نسخت، لأن الإسلام نسخ ما قبله، فكان الواجب عليهم أن يسلموا وأن يلتزموا بأعياد الإسلام، ولا يبقوا على الأعياد السابقة لو كانت صحيحة، فكيف وهي كذب ووهم. نعم. صلى الله عليكم. قال: وهم يصومون عن الدسم، ثم في مقدم فطرهم يفطرون أو بعضهم على ما يخرج من الحيوان من لبن وبيض ولحم، وربما كان أول فطرهم على البيض، ويفعلون في أعيادهم وغيرها من أمور دينهم أقوالا وأعمالا لا تنضبط. نعم، هم ليس صيامهم، هم يصومون لكن ليس صيامهم كصيامنا، وإنما يصومون عن بعض المواد كالدسم مثلا في أيام معينة، ويفطرون على نوع معين مخصوص. ونحن صيامنا ولله الحمد صيام عن ما حرم الله عز وجل، سواء ما حرمه مؤقتا في يوم الصيام أو دائما، وهو المحرمات الدائمة كالغيبة والنميمة وقول الزور، وأشد من ذلك ما حرم الله سبحانه وتعالى تناول ما حرمه الله عز وجل على الأبد. هذا صيامنا، صيام مؤقت، وهو الصيام عن الأكل والشرب والمفطرات الظاهرة، وصيام دائم وهو الصوم عن ما حرم الله سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال. فصومنا ولله الحمد صوم عبادة وصوم مفيد للدين وللبدن، أما صيامهم فإنه صوم محرف ومغير، وأيضا هو من الأمور العبثية كما سمعت. نعم، أشبه بالحمية. نعم. قال: ولهذا تجد نقل العلماء لمقالاتهم وشرائعهم تختلف وعامته صحيح، وذلك أن القوم يزعمون أن ما وضعه رؤساء دينهم من الأحبار والرهبان من الدين فقد لزمهم حكمه وصار شرعا شرعه المسيح في السماء. نعم، هو ما هم عليه من ما يسمونه بدينهم قد يكون له أصل صحيح لكنه نسخ بدين الإسلام، فلا يجوز البقاء عليه، لكن أغلبه مكذوب ومحرف، فهو إما منسوخ لا يجوز العمل به، وإما محرف وباطل من أصله فلا يجوز العمل به أيضا. فكيف يروق هذا لبعض المسلمين أن يقلدهم في أعيادهم المكذوبة
أو أعيادهم المنسوخة، ويزهد في أعياد الإسلام التي شرعها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وفيها الخير والعبادة والذكر لله عز وجل على الوجه الصحيح. نعم. قال: ذلك أن القوم يزعمون أن ما وضعه رؤساء دينهم من الأحبار والرهبان من الدين. نعم، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهم يتخذون الأحبار والرهبان مشرعين لهم، يطيعونهم فيما قالوه وفيما وضعوه، وهذا لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله ساق ذلك مساق الإنكار عليهم، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. هذا من باب الإنكار عليهم وتحذير لنا أن لا نتخذ علماءنا مشرعين لنا، وإنما المشرع هو الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فما أحله الله أحللناه، وما حرمه حرمناه، وما أوجبه أديناه، فنحن متبعون، ولا نبتدع من عندنا شيئا، ولا نطيع العلماء والأمراء فيما شرعوه للناس من عند أنفسهم، وإنما نطيعهم فيما أطاعوا الله سبحانه وتعالى فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا فرق ما بيننا وبين اليهود والنصارى، أننا لا نطيع العلماء والأمراء في معصية الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا نشرع من عند أنفسنا أو نأخذ ما شرعه الرجال وليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله، بينما هم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، قال الله جل وعلا: أربابا من دون الله. ولهذا لما سمعها عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان نصرانيا قبل أن يسلم، كان على النصرانية، لأن بلاد الطيء كان فيها دين النصارى قبل الإسلام، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ظن أن اتخاذهم أربابا عبادتهم، فقال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون ما حرم الله فتصدقونهم؟ قال بلى. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتطيعونهم؟ قال بلى. قال: فتلك عبادتهم، فمن أطاعهم في التحليل والتحريم من دون الله فقد عبدهم، لأن التشريع حق لله جل وعلا، وهذا ما يسمى بشرك الطاعة، هذا ما يسمى بشرك الطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهم في كل مدة ينسخون أشياء ويشرعون أشياء من الإجابات والتحريمات وتأليف الاعتقادات وغير ذلك، مخالفا لما كانوا عليه قبل ذلك. نعم، لأنهم أرباب بزعمهم، علماء أحبارهم ورهبانهم أرباب يشرعون لهم ويغيرون كل فترة، يغيرون الأحكام، حتى إنهم يخالفون من قبلهم ممن هو جنسهم في التغيير والتبديل، فهم دائما في تغيير وتبديل، لا يستقرون على شيء، ويتبعون أهواء الرجال وشهوات الرجال فيما أحل الله وحرم الله، فلذلك صاروا عابدين لهم واتخذوهم أربابا من دون الله عز وجل. نعم. قال: زعما منهم أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة أخرى. نعم، الله جل وعلا له أن ينسخ ما يشاء، وأن يحكم ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فالنسخ حق لله جل وعلا، وهو جل وعلا ينسخ ما يشاء لمصلحة الناس، فيشرع للناس ما يصلحهم في وقتهم، ثم يشرع للجيل الثاني ما يناسبهم حسب حكمته ورحمته وعلمه سبحانه وتعالى، إلى أن جاء الإسلام فاستقر، لا ينسخ ولا يبدل ولا يغير، منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فهو لا يدخله تغيير ولا تبديل
ولا يتدخل فيه الرجال ولا العلماء ولا أحد، بل يبقى كما هو. خلاف دين النصارى فإنه ألعوبة بأيدي النصارى وأحبارهم ورهبانهم. فنحن نحذر من هذه الطريقة وهي التلاعب بالدين، فلا نجعل الرجال يسرعون لنا وينسخون ما يريدون وما يشاءون. بعض الفرق الضالة على هذا، بعض الفرق الضالة التي تنتسب للإسلام على هذا، على دين اليهود والنصارى، لأن رؤساءهم وقادتهم ومتبوعيهم يحلون ويحرمون من عند أنفسهم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فهم واليهود في هذا الباب وغيره على طرفي نقيض. اليهود تمنع أن ينسخ الله الشرائع أو يبعث رسولا بشريعة تخالف ما قبلها، كما أخبر الله عنهم بقول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والنصارى تجيز لأحبارهم ورهبانهم شرع الشرائع ونسخها، فلذلك لا ينضبط للنصارى شريعة تحكى مستمرة على الأزمان. نعم، هم النصارى مع اليهود على طرفي نقيض. اليهود يجحدون النسخ نهائيا ولا يجيزونه، وهم يعلمون أنه حق، لكن قالوا بهذا من أجل أن يبطلوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام ناسخ لما قبله. نعم، فهم يريدون أن يبطلوا، أن يكون الإسلام ناسخا لما قبله، ويريدون أن يفرضوا اليهودية على العالم، وأنه ليس هناك دين ينسخها، هذا قصدهم. ولهم يعلمون أنه وقع في دينهم نسخ، يعلمون هذا، وإنما أنكروا النسخ من أجل أن يبطلوا شريعة الإسلام ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب الاطلاع على ما هم عليه، لأجل أن يحذرهم المسلمون. لماذا يمنع اليهود النسخ؟ لأجل أن يبطلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويبطلوا دين الإسلام. ولهذا لما حولت القبلة إلى الكعبة من بيت المقدس، صار عندهم ما صار من الاستغراب ومن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: سيقول السفهاء، سماهم سفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الجواب: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فليست العبرة بالجهة، وإنما العبرة بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا أمرنا أن نستقبل أي جهة وجب علينا استقبالها طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. شكر الله لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وجعله حجة لنا لا علينا. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.